حفلنا اليوم بكلمة للسيد الأمين العام للولاية فليتفضل مشكورا. الإعلامية المحلية لولاية بجاية من إذاعة الصمام وكالة الأنباء الجزائرية وممثلي الصحافة المكتوبة وممثلي القنوات التلفزيونية المعتمدة، إن اختيار تاريخ 22 أكتوبر لم يكن صدفة، بل يتزامن مع تاريخ صدور أول عدد من جريدة المقاومة الجزائرية ذات يوم 22 أكتوبر من عام 1955. الصحافة 22 أكتوبر 1955 رمز المقاومة، وبالتالي هو يحمل دلالة المقاومة، يعني سنواصل المقاومة إلى النهاية. هذا لا يعني أن الصحافة كلها خير، الصحافة كلها أشياء جميلة، توجد أشياء أخرى مؤلمة وهي مشاكلنا التي تأبى أن تتبدد وهي تتجدد بشكل مستمر للأسف، ولكن نحن سنقاوم، سنبقى نقاوم إلى أن يحدث التغيير.